تزال البلاد وخصوصا المرافق العامة فيها ترزح تحت رحمة إعادة المياه إلى مجاريها مع الجانب العراقي، وبالتالي تفريغ السفن حمولات الغاز أويل العراقي والتي ترسو مقابل معملي الزهراني ودير عمار الخارج عن الخدمة منذ نهار السبت، فيما بدأ العد العكسي لنفاذ هذه المادة بشكل كامل في معمل الزهراني. المحركات الحكومية أقلعت، إذ تشير معلومات الجديد إلى أن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وبعد اجتماعه مع المعنيين أخذ الموضوع على عاتقه، وهو بصدد التواصل مع نظيره العراقي لحل المشكلة بالتي هي أحسن وبشكل مؤقت. وفي التفاصيل أن المشكلة الراهنة ليست بنت الساعة، فالوزير فياض والذي يطالب مصرف لبنان بإيداع المستحقات بحساب الجهة الموردة أي العراق كان قد أبلغه حاكم المصرف بالإنابة وسيم منصوري قبل حوالي 6 أشهر في اجتماع مشترك بأن المصرف لن يدفع خارج الاعتمادات أو بلا تشريع من قبل مجلس النواب. الاتفاقية وافق عليها مجلس وزراء بلبنان والحكومة رفعت بموجب المراسيم المطلوبة لحتى تتحول القانون يشرع بمجلس النواب يغطي الاتفاقية لسنة الثانية وسنة الثالثة مثل ما كان صار بالماضي للاتفاقية بسنة الأولى. والأموال المطلوبة اللي رصيد اللي مطلوب موجود بوزارة المالية بحساب المالية لحتى يتحول لحساب لحساب العراقية بمصرف لبنان، فبالتالي العثرة هون هي عثرة إدارية قانونية. أما عن المناقصة التي أطلقها فياض بقيمة 25 إلى 30 مليون دولار والتي بحسب معلومات الجديد أطلقت شرارة الخلاف المستجد بين لبنان والعراق، فقد أكدت مصادر مؤسسة كهرباء لبنان للجديد أنها رفضتها باعتبار أنه ضمن خطة الكهرباء الجديدة لا إمكانية لزيادة ساعات التغذية بسبب الأزمة الراهنة، بينما عاد فياض ليبرر مبادرته بهدف زيادة ساعات التغذية. نفذ وهذا شيء كله بالتشاور مع كهرباء لبنان. انتبهي، هن كانوا معترضين على اطلاق هيدا. لا ما في هن ونحن، نحن فريق واحد، نحن والكهرباء مؤسسة عريقة بدنا نبنيها سوا. زيادة التغذية هي هدف معلن عنه بمشروع خطة الطوارئ تبع الكهرباء. خطة الطوارئ كانوا مكتفين بالتخفيض، يعني مش 14 ساعة. عم بتقطشيني كتير فبالإذن منكم. لا كمل فكرة. الفكرة كتير هينة انه خطة الطوارئ، وبالإضافة لها مبارح عملوا كمان الكوست ريكفري بلان كهرباء مؤسسة كهرباء لبنان اللي من موجبها بدها تزيد التغذية، هن هدفهم يزيدوا التغذية. أما عن الإشكالية مع الوزراء الآخرين الذين دعوا فياض إلى حضور جلسات الحكومة، فقد اعتبر أن عليهم التكاتف والاتفاق، وأكد ألا خلاف أو ابتزاز مع الرئيس بري. أنت تعتبر أنه الرئيس بري عم يبتزك بالهيئة الناظمة؟ لا 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 لا. طب ليه ما عم تتشكل الهيئة الناظمة وأنه مقابل الهيئة الناظمة؟ هيدا الكلام، هيدا كلام عم بتزيدي شوي أنت. خلينا نركز على مواضيعنا، بدنا أول شغلة نحل هالأزمة. إذن قاعدة دايما بدنا نحل أمورنا على آخر دقيقة مش دايما بتزبط، والبلد بأكمله بانتظار نتائج المباحثات.